على مساحة 49,000 فدان، تتربع مدينة العالمين الجديدة الواقعة في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، والتي تهدف لاستيعاب 3 ملايين نسمة. فوفق المخططات ستحتضن المدينة 14 حيا متعدد المستويات، ومعها العديد من المناطق التجارية والخدمية، والتي بدورها ستكون على مساحة 5,000 فدان. ولن تقتصر الحياة في مدينة العالمين على السكن والتجارة، حيث تضم مراكز بحثية وجامعات ومعها مناطق لوجستية. ومن أبرز المناطق التي تضمها المناطق الصناعية، وتصل مساحتها 5,000 فدان. العالمين لن تكون مجرد مدينة جديدة على أرض الكنانة، حيث أنها تنقسم إلى 3 شرائح سياحية وتاريخية وسكنية، والتي وزعت على أساس جغرافي دقيق، إذ تقع الشريحة السياحية على ساحل البحر المتوسط، أما الشريحة التاريخية فهي تقع فعليا في منطقة تاريخية وأثرية والمعروفة بمقابر العالمين. أضواء المدينة ورونقها العام سيضاهي المدن الأوروبية، فقد عمل القائمون على المشروع على وضع أحدث المشروعات التكنولوجية والتطور العمراني فيها، إذ يوجد فيها مشروع أبراج العالمين الجديدة، والذي يتكون من مجموعة من ناطحات السحاب السياحية والسكنية. يضاف لذلك قطاع سكني ضخم يحتوي على 10,000 وحدة سكنية. أما القطاع السياحي فيضم عدة مناطق، منها حي الفنادق، والتي تتكون بعضها من أبراج تضاهي أبراج دبي، والحي السكني المميز ومركز المؤتمرات، والذي يهدف لاستقطاب المؤتمرات الأوروبية إليه. ومن أبرز مميزات مدينة العالمين الجديدة احتوائها محطة إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا تكثيف، والتي تصل إنتاجيتها إلى 100,000 لتر يوميا، ومعها الممشى السياحي الذي يصل طوله 18 كيلومترا. يضاف له مشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجزا. كما تحتوي المدينة على مشروع لزراعة بعض المحاصيل مثل النخيل والزيتون والرمان. أما المنطقة الأثرية فتتكون من متحف مفتوح مع منتزه دولي مخصص للزوار، معه منطقة ترفيهية وفنادق. ومن أبرز مناطق مدينة العالمين وأكثرها تطورا هو القطاع الحضري، المكون من جامعة ومركز للخدمات الإقليمية. وقد نجح القائمون على المشروع بافتتاح جامعة العالمين الدولية في عام 2020، لتكون من ضمن أوائل المشاريع التي تم الانتهاء منها. وفي ذات الوقت تصنف من بين أحدث الجامعات في الشرق الأوسط وأكثرها تطورا. وبالحديث عن العلم والتطور، فالمدينة تضم بداخلها مركزا طبيا عالميا يقع على مساحة 44 فدانا. ومن المناطق الخلابة في المدينة هي منطقة الداون تاون، التي تتميز بالمياه النقية ذات اللون الفيروزي مع المناظر الطبيعية الساحرة. ويتميز ذلك المشروع بتوافر جميع الخدمات والمرافق بداخله على مساحة 31 فدانا، بالإضافة إلى توافر حمامات السباحة المخصصة للنساء والأطفال فقط، ومركز تسوق كبير وجراج للسيارات. ويضم أيضا 1,300 شقة سكنية. وما يميزه أكثر هو قربه من الطرق الدولية والمطارات والمدن المحيطة. كما تحتوي مدينة العالمين على مسرح روماني ومكتبة وسينما ودار أوبرا. ومن التطور والحداثة إلى الماضي والتاريخ، تضم العالمين الجديدة الحي اللاتيني الذي يقع على طريق الساحل الدولي. وصمم الحي على الطراز الكلاسيكي الخاص بمدينة الإسكندرية القديمة، وبالتحديد على الطراز اليوناني الروماني. شيد داخل الحي حتى الآن أكثر من 12,000 شقة شيدت في عمارات سكنية بعدد طوابق يتراوح ما بين 4 و7 طوابق، مقسمة على 6 مناطق مختلفة. ف
فالحي تم بناؤه على مساحة 650 فدان، وقسمت على 400 فدان من العمارات و250 فدانا من الخدمات، ليمنح ذلك الفرصة لوجود بعض المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة. مدينة العالمين الجديدة هي مدينة أحلام، تحولت من أرض تضم ما يقرب من 10,000 لغم من مخلفات الحروب القديمة إلى مدينة عالمية ومن بين مدن الجيل الرابع، وفي ذات الوقت مدينة مليونية على الساحل الشمالي لمصر، لتكون من بين الشواهد على ميلاد الجمهورية الجديدة وبوابة استقبال لكل القادمين لأراضي المحروسة من الشمال.